عيد الشهداء اللي خرجوا وطالبوا ببرلمان تونسي، كان عنا أمل أنه ننتخبوا على الأقل أعضاء المحكمة الدستورية رغم الموقف نتاع رئاسة الجمهورية والتعليل نتاعو الغريب بانتهاء الأجال واعتماده على الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور. كان عنا أمل، لكن الأمل للأسف تبخر نظرا للخلافات والمناكفات السياسية داخل مكتب المجلس البارح. الأزمة نتاعنا مركبة، يعني مش أزمة بسيطة، ويعني هذا الأمر اختلاف القوى السياسية في اللحظة الأخيرة، القوى الممثلة في البرلمان في آخر لحظة، وعدم القدرة، عدم قدرتنا المتواصلة على خلق أغلبية مستقرة، واحدة من العناوين الثابتة لأزمة الحياة السياسية في السنوات الأخيرة، وهذا شيء مؤسف في واقع الأمر. أنا في اعتقادي أنه هذه الديمقراطية الناشئة تواجه صعوبات كبيرة، ومراحل الانتقال الديمقراطي مثل ما أشرت دائما هي مراحل مطبات هوائية، وهي مراحل أزمات معقدة ومركبة وكثيرة ومن كل لون. ولكن مع أننا نلتقي في تجربتنا هذه مع تجارب أخرى دولية صارت وألفت حولها كتب وتحولت إلى حالات دراسية في العلوم السياسية، فإنني أعتقد بأن هناك خصوصية للحالة التونسية، أقلها حالة السيد رئيس الجمهورية لأنها حالة خاصة بامتياز. أنا أؤكد على أنني لم أقرأ في تاريخ التنظيمات السياسية وأنا القارئ، وفي تنظيمات وفي تاريخ الأنظمة السياسية وأنا القارئ، وفي تاريخ تجارب الانتقال الديمقراطي، أنها واجهت حالة مثل الحالة التي نواجهها نحن مع رئيس الجمهورية، لأنه في حالتنا نحن رئيس الجمهورية هي إبداع تونسي على كل حال، خصوصية حالة تونسية أو ظاهرة تونسية وغير مسبوقة، مش تونسيا فقط، يعني أنا أجزم بأنها غير مسبوقة في حالات الاجتماع السياسي هكذا في المطلق. ثم البعض مثلا يشبه رئيس الجمهورية بالقدافي، لكن أنا نشوف أنه القدافي يختلف اختلاف كبير، وعلى الأقل في ميزة أساسية أنه القدافي كان يطرح البدائل، كان رجل بدائل، اتفقنا معاه ولا اختلفنا معاه، مثلا كي قال والله انتهى عصر الجمهورية وبدأنا عصر الجماهيرية، اخترع نظام حبيناه ما حبيناش، اتفقنا معاه ما اتفقناش معاه، لكن كان ثمة نظام يسمى النظام الجماهيري. بمعنى أنه الإنسان لما يعرقل شيء أو لما يحاول إيقاف شيء أو لما يعطل سلطة يجب أن يشكل بديلا لها. هذا الرئيس المعطل فقط الذي لا يتكلم، الذي لا يقول، لأنه أنا استمعت إليه مثلا، استمعت إليه بصعوبة في الحقيقة في 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 آخر ما تكلم به في المونستير، يسألونه يقولون له سيد الرئيس هل هناك حل للمشكلة، يقول هم ثم هم وهم فعلوا وهم تركوا وهم كذا، يقولوا له طيب هل هناك مبادرة للحل، يقول هم فعلوا كذا، يجرونني، يريدون هم، يعني لا يخرج من دائرة هذه الهم، والتي أيضا لا يسميها، يعني لا يحدد المسؤولية بعينها، هم من هم هؤلاء حتى نقف معه في حربه معهم. فإحنا اليوم عطلنا الحكومة تقريبا، عملية الحكومة لا تستطيع أن تتصرف إلا في دائرة ضيقة جدا، سحب اليمين الدستورية، يعني إفراغ اليمين الدستورية من محتواها أو تحويلها من سلطة مقيدة إلى سلطة هكذا مطلقة، جعلت أيدي رئيس الحكومة مغلولة. البرلمان عندما لا تقبل القوانين التي يصادق عليها أصبح بلا معنى، ولكن بالمقابل رئاسة الجمهورية هذه التي ألغت السلطة التشريعية وألغت السلطة التنفيذية لم توجد سلطة بديلة ولم تطرح حتى مشروع سلطة بديلة. كنا نأمل أن هذه المحكمة الدستورية، بالعودة على سؤالك، كنا نأمل بأن هذه المحكمة الدستورية لو تشكلت ستكون نوعا ما عونا، لأنه نحن الآن في حالة بلوكاج، في حالة يعني وقف حال، وليست هناك بدائل. أنا أشك، حتى سي محمد أشار للانتخابات، أشك أنه لأنه الانتخابات تحتاج إلى آليات وأدوات،
تحتاج إلى أن يصادق مجلس النواب على قانون انتخابي جديد. نعم. ولكن مع هذا الرئيس أصبحنا في الحقيقة في شك. نعم. هل سيقبل بإجراء انتخابات أم يقول هذا القانون تبعهم غير مقبول؟ فنحن في حيرة من أمرنا.